3 12 جويلي 2022. مرحبا بكم في الاكسبريس كما كل يوم الاثنين للجمعه. سعيد جدا بمرافقتكم وليد برحومه من توا حتى للاربعه متاع العشيه على امتداد 3 ساعات. نرجع لاهم الاحداث الاقتصاديه السياسيه والاجتماعيه مع فريق مميز جدا اليوم. معنا مروان عاشور، اهلا وسهلا بك. مرحبا سي وليد. معنا كما كل يوم كذلك ذيال بوسالمي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك وليد ومرحبا بالناس تسمع فينا الكل. جزيل الشكر على حضوركم. زينب الباستي بعد لحظات باش تعمل بينا جوله في الاخبار نتاع 24 ساعه الاخيره في اش صار مع الاخبار. زينب اهلا وسهلا بك. مرحبا وليد. رافقنا في الاخراج اماني بن نصر وبالديجيتال، تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع محمود الزنيدي ضيفنا بعد ساعه من الان، مع ساعتين يكون ضيفنا الناشط السياسي النائب البرلمان السابق صافي سعيد. ناخذ رايه في الاستفتاء. صافي سعيد الناشط السياسي اللي يدعو بالتصويت بلا في الاستفتاء. كذلك باش نحكيو على متوسط معدل الفقر في تونس واللي يرتفع ب 2.2 نقاط بنهايه سنه 2022. يكون ضيفنا خبير في التنميه حسين الرحيلي. بدايه من ثلاثه نحكيو كذلك في لويد اكسبريس على صندوق النقد الدولي، علاش مكروه صندوق النقد الدولي. ديال بوسالمي هزنا في مقال في لو موند ديبلوماتيك باش يحكي لنا على سر الشعبيه المتدنيه جدا لصندوق المنعدمه. هو باش نكونوا واضحين، باش نبداو واضحين. سلبيه بس اكثر من خطر الشعبيه واف ام اي ما تركبش على بعضها. فما 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 فئات معينه اللي تحب الاف ام اي، الفئات الاقل حظا اللي هم لا ماجوريتي ما يعجبهمش الاف ام اي. نبداو تو سويت مع الاخبار. اش صار مع الاخبار؟ ايش صار مع الاخبار؟ هي بشرى باش تفهم زينب الباستي. البشرى مع وزير الداخليه افكتيفمون توفيق شرف الدين اللي يعلن البارح عن اعفاء الوافدين الجزائريين على المدن التونسيه من الشنغال، وقال وذلك بعد توجهه الى المعبر الحدودي بملوله من ولايه طبرقه وين جمعوا لقاء مع نظيره الجزائري. حتى كي باش نعملوا استثنائيه لهم راهي تبقى استثنائيه لكن عباره في ديارهم. من بينها صحيح انا حرصنا انه من بين النقاط الجزئيه لكن تعكس حرص على توفير كل اسباب الراحه للاخوه الجزائريين. خممنا حتى في مساله كنت تحدث مع السيد الوزير توا، حتى في مساله الكبالات نعرف انا للاخوه الجزائريين يجيو لتونس يكونوا سعداء بالتواجد في تونس، يهبطوا للفضاء التجاريه، احيانا يركن السياره نتاعو في مكان ما ينتبهش هو اللي ولكن ما غير صالح لانه يركن في سيارته. فثم مساله الكبالات حرصنا انه حتى جزئيه الكباله نرفعوها باش الاخ الجزائري كي يجي لتونس يقضي هو مرته وصغاره ويرتاح. بعد يقع ثم ما يقعش ثم كبال تسيو يلوج على البلاصه يعني المستودع وين فورير ما يعرفوش. هو يقال بعد التصريح هذايا شهدت صفوف من التونسيين قدام سفاره الجزائر لطلب الجنسيه باش يوليو هما بيدهم يخضعوا لنفس القوانين اللي تطبق على الاخوه الجزائريين اللي رحبوا بهم في تونس. بالطبيعه ما فما حتى مشكل. هو في جميع الحالات فما نوع من الابتكار. نسمعوا في حوايج جديده في تونس مع فينالمون كي قالوا لنا راهو هذه مقاربات غير تقليديه. ما كانش غلط الكلام هذا لانه ما سمعتش الحقيقه في اي بلاد في العالم انه فئه معينه او جنسيه معينه من الوافدين عليها نحيوا لهم قوينين، يعني نحيوا لهم هكا كبالات ولا شنغال ولا اللي هو ما فماش علاش معناتها نزيدوا نحيوا بعض القوانين الاخرى. وهذا كل على لسان وزير الداخليه اللي يعتبر وانه يعني احداث هل الفئويه هذه في تطبيق القانون يعتبروا نقاط جزئيه ترحيب. لا ويعتبرها نقطه جزئيه معناتها حكايه فارغه. اذا كان نحن ما نحترموش قوانيننا واذا كان بالنسبه لنا نحن المكلف بالسهر على تطبيق القانون وانفاذه يعتبروا نقطه جزئيه فما نستغربوش من الشيء اللي نحن موجودين فيه اليوم. انت ودي ماكش معني باش والله يا وليد باش نكونوا ميثوديك. انا ديما نسال مروان حكي على الابتكار والابداع في قرار من نوع هذا، نحب نفهم وين صار قرار من نوع هذا. نحن خذينا كقدوه شكون؟ اما دوله معناها كقدوه الروبير نتاعنا في نوعيه القرارات هذه شنو هو بالضبط؟ وين لي زونتيسيدون صاروا قبل؟ قلنا هاو دول عملت لو موديل هذا وموديل ناجح ودول يحتذى بها في انها ترحب بالسياح اللي جايينها بقطع النظر على الجنسيات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه
هو تطبيق القانون راهو ما نعرفش ديما نحكي في الجانب النظري، ما نعرف ما نحبش برشا الجانب النظري، اما راهو نظريا وقت اللي القانون راهو القاعده القانونيه هي عامه ملزمه ومجرد عامه، تعرفش معناها معنى عامه تطبق كيما تطبق على التونسي كيما تطبق على الاثيوبي كيما تطبق على الامريكي، القانون بتاع التريتوار اللي انت موجود فيه يطبق على الناس الكل بطريقه عموميه على الناس الكل، فماش ديزيكسيبسيون، ديزيكسيبسيون يضم يحطهم القانون. انا مانيش فاهم اليوم موقف مثلا الموقف والقرار بالطريقه هذه، التونسي كي باش يشوفوا شنو 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 ينجم يكون رد فعله، اسكو سلطه الاشراف وقت تاخذ قرار من النوع هذا ما قراتش حساب ينجم يكون فما رده فعل سلبيه من طرف المواطن التونسي اللي يطبق عليه القانون هذا كل يوم. نقطه ثالثه وننهي بها اللي هي اليوم راهو الشنغال ولا غيره ظهر لي فما 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 علامات مميزه، يعني اليوم كي بيجيك سائح مش بالضروره انت تقرا الحساب اللي مش ذنبه مش ذنبك اذا كان انت هو يخالف القانون، يعني انت تحط توضح تقول راي البلاصه هذه اذا كان ما تبلص فيها من وقت الفلاني الوقت الفلاني مثلا ولا كانت تزيد على وقت معين باش يهزك شنغل. ما هو خاطر هذايا اقرار بكونه عمليه الشنغل ومشتقاته السابو وغيره فيها نوع من الغدره، لانه أي وليد زي بعض الاحيان تحط سيارتك في مكان اللي ما فيه حتى إشارة اللي هو فما لا شنغال لا الكبلات، ولكن تجي تلقى روحك قدام الأمر الواقع. هل من المعقول إصلاح الخطيئة بخطأ؟ والله هو من أحسن التعليقات اللي قريتها، الإخوان الجزائريين اللي هم ما يسحقوش فيزا باش يجيوا لتونس باش يولي عندهم فيزا شنغال. الجدمو ياسر حلو نذر لي. دونك كما قلت في البدايه واللي هي بسخريه لا محاله، ولكن المواطن التونسي واللي يحب يتحصل على حقوق الجزائري في بلاده باش ما عادش يتعرض هو نخلقوا في انفو بروبليم نخلقوا في انفو ديبا، مش هذايا الاشكال الحقيقي. الاشكال الحقيقي هات نلقوا حلول، مثلا الحكايه انه شنغال عندنا بالغادره مثلا ما نعرفوش وين وكيفاش وعلاش وقتاش، مش انك ما عندك حتى مجال لا باش تتظلم لا باش تعمل اي احتجاج تخلص، ومن غير حتى كلام. زينب نواصلوا مع رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي اللي كانت حاضرة في برنامج إكسبريسو اليوم الصباح، وقالت إنه المنظمة تركت المجال لمنظورها للتصويت بحرية على مشروع الدستور اللي باش يتم عرضه على الاستفتاء نهار 25 جويلية احتراما لحق الاختلاف. لا ولا نعم، احنا منظمه ما نجموش ناخذوا موقف من بالسهوله هذه، على خاطر احنا منظمه كبيره منظمه متنوعه وعليها فما حريه مطلقه لبنات الاتحاد للتصويت كما يرونه صالحا احتراما لحق الاختلاف وحق الناس فينها تنتخب بكل ديمقراطيه، ما نجموش نمليو عليهم. وعليه عمر ولا الاتحاد اعطى دي كونسين بعد الثوره فماش دي كونسين. دونك نفس تقريبا موقف اتحاد الشغل بالنسبه للاتحاد المراه. هو شوف الحاجه الباهيه في الوضعيات اللي نحن نعيشوا فيها منذ اشهر توا، هو انه نكتشفوا في دي نوسيون جدد ونكتشفوا في مبادئ جديده، وهي حاجه الحقيقه ممتازه. توا السيده راضيه الجربي تفسر لنا انه مادامهم منظمه وعريقه وكبيره هذاك علاش ما نجموش ناخذوا موقف، وهذاك علاش قلنا للمنظورين يصوتوا بكل حريه. هذا على في بالي انا ما عرفش اذا نراجعوا بتاتر، اما في بالي على قد ما المنظمه تكون عريقه وعلى قد ما تكون كبيره على قد ما يكون مطلوب منها اخذ الموقف، في بالي هكا تصير الامور. لكن يبدو انه لا، هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى فما منحه هكا قاعد يجي نسمعوا فيه من عديد الاصوات ومنهم السيده راضيه الجربي، كاين معناتها بدينا اليوم تولدنا اليوم، مع ما ثماش هاك المشاركه في الحوار وهاك يعني التصريحات اللي بالعشرات كيفاش راهو الدستور باهي وكيفاش راهو خليوا ثقتكم في سي صادق بالعيد ونحن ماشيين. كاينو ايبيزود تسكر خاصه وتنسى من على لسان المشاركين في ذلك الحوار، معناتها تو يخرجوا يحكيوا كانه ما صار شيء، كانه تو جاوا بحذانا في الوضع السياسي اللي موجود في البلاد. راهو المنطق يقول وانه الموقف هذايا موقف لا موقف ينجم ياخذه كان اللي ما شاركش، كان اللي ما كانش مورط بين ظفرين في المسار ولا في المساله هذه. انت شاركت
ومشيت وسامحوني في الكلمه عداوها عليك، ما تجيش اليوم تقول لا راه حقا نحن رانا منظمه كبيره وهذاك علاش ما عندناش موقف. هل يمكن اعتباره هذا نوع من انواع المناوره، معناها كونه نقف على الحياد؟ لا هو ما تجمش، هو انت عملت المقارنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولا حكيت على الاتحاد العام التونسي للشغل؟ انا في حسب رايي لو باراليل ما نجموش نعملوه، على خاطر بالنسبه للاتحاد العام التونسي للشغل فما لا كويرونس، يعني الاتحاد العام التونسي للشغل وقت اللي يدعو منظوري انه يخلي لهم الحريه يقول ها وريتكم لي فاي نتاع الدستور هذايا وها ينجم يهزنا لحكم فردي وها من الاشكاليات الموجودين فيه وعندكم الحريه في قراءه، نجم نعمل قراءه نتاع سكوند دوغري ما يسالش امبليسيتمون الاتحاد العام التونسي للشغل واضح موقفه من الدستور وواضح المنخرطين نتاعو شنو هو المودردر نتاعه، لكن هو يقول انا نقف على الحياد على خاطر ما تمش تشريكي في الدستور، على خاطر من الاول كنت عبرت على انه الحوار هذا شكلي وغير مع الاتحاد الوطني للمراه التونسيه الحقيقه موافق مروان في كل شيء، يعني اليوم ما تنجمش تجي تقول انا ناقف على الحياد، انت امبليكي في المسار وامبليكي، وانا مدام راضي كانت ضيفتي لهنا كانت في استوديو هذا وليد في بلاصه مروان غادي وسالتها تقول لك انا اليوم امبليكي في المسار ونحن باش نحاولوا نصلحوا من داخل ونفرضوا ارائنا من داخل. انا كنشوف العديد من النقاط الموجودة في الدستور هذا نسأل هل تم أخذ النقاط اللي طرحتها مدام رضي الجربي بعين الاعتبار أم لا؟ الأغلب أنه لا. دونك أنك تقف على الحياد من مشروع دستور النقاط متاعك ما تمش أخذهم بعين الاعتبار فيه يظهر لي فما خطأ وتكرر مرتين، مرة وقت اللي وليت أمريكي في الحوار ومرة وقت اللي باش تقف على الحياد. زينب نواصلوا مع بيان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي قالت إنها تمكن المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور واللي تم قبول تصاريح مشاركتهم من تغيير مواقفهم من نص المشروع المنشور بالرد الرسمي نهار 8 جويلية 2022 وذلك بداية من تاريخ البارح الاثنين 11 جويلية إلى غاية اليوم 12 جويلية إلى حدود منتصف الليل، وكما قالت الهيئة إنه بإمكان المشاركين في استفتاء إيداع الموقف الجديد عن الاقتضاء عند الاقتضاء بمكتب الضبط المركزي للهيئة. إمكانية تغيير الموقف بعد التعديلات اللي صارت مروان ضياء تعليق حر تعليق اي الخبر مقدس وتعليق حر. ليه وليد جو بونس اللي البارح حكينا فيها الحكايه سوفيزامون وتوسعنا فيها اليوم الاصلاحات اللي عملهم سيد احمد سيد نسيت 46 تعديل ضيعت الحساب لقيت 44 كهو 46 تعديل هذوما قديش فيهم من تعديل يمس مضمون مشروع الدستور يخلي شخص كان مساند يولي مناهض وكان مناهض يولي مساند. سمعتوا حد بدل رايه انتم في 48 ساعة الأخيرة على الأقل في 96 ساعة اللي صار التعديلات، سمعتوا شكون غير رايه؟ هو أنا ما سمعتش. هو زين كان سمعتوا جيبوا لي شكون. هو زين بتو تقرا لنا في البيان وأنا سمعت بالله اللي عنده موقف يجي يطيشه في مكتب الضبط المركزي أتوا ناخذوه بعين الاعتبار. شوف لهنا باش نحكي تحت رقابة صديقي ذي العفو الهيئة العليا للانتخابات هذي اعتبرت وأنه التعديلات مهمة بشكل أنه فما إمكانية تغيير الموقف صحيح، معناتها اتفقنا حول المبدأ أنه التغييرات هذه جوهرية ومهمة لدرجة أنه اللي كان قال نعم ينجم يولي يقول لا أو بالعكس. هل اعتمادا على نفس هذا المبدأ وعلى الإقرار بجوهرية وأهمية هذه التعديلات نقعدوا كمان 25 جويلية ما نزيدوش ما نمدوش في الواحد، معناتها في التفكير متاع هالهيئة ذي هو التفكير متاع تدبير الرأس متاع سلكني اليوم وقتلني غدو. لا قالت راهو التعديلات هذيا ما ثماش علاش مع الناس باش تبدل موقفها، وحتى سيدي نتعسفوا شويه على القانون يا سيدي حتى اللي يبدل موقفه يبدل على روحه مش لازم يعلمني انا، لكن في نفس الوقت لا نخليه نفس التاريخ وما نخليه وما نطبقوش على الاقل قانون للاخر. معناتها جينا الهيئه الانتخابات هذه خاطر العليا بون ومستقله لا هذايا كما قلت تدبر في راسها، معناتها تحسهم مخنوقين تحسهم وحلوا
في الاستفتاء هذا 25 جويلية هات نوصلوا له باي طريقه ومن بعد يعمل الله. ذكرت 25 جويلية وقلت لا البلا نتاعك راهو مش على التصويت في الاستفتاء. نيزو في كل مره لا يلزم نوضح الامور. جيت اخر نقطه وليد في علاقه بالهيئه راهو نزيد على كلام مسج حكينا فيها ونعاود نذكروها مسج كل ما نحكيه على الهيئه راهو من الاول طلبوا انه 25 جويلية راهو الدات ماهيش كافيه فما الضغط نتاع اجال ماهوش مكانهم انهم يوفروا الظروف المناسبه لاستحقاق الاستفتاء. فما بالك بعد تعديل نص يعني وكأنه علمنا أنه كذلك في القانون كونه نهار 30 من المفروض يلزم النسخة النهائية تكون موجود صادرة في الرأي الرسمي. المشكلة الوليد اليوم اللي ما تنجمش تقنع وإلا ما تنجمش تضفي نوع من الشرعية على خطاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانت تعرف اللي أدو ريبريز على الأقل في المرة الأولى وقت اللي طلبوا هما التأجيل وفي المرة هذه وقت اللي تم تعديل النص ما تمش الاستجابة للطلب بالمرة الأولى وما تمش تغيير الدات في المرة الثانية. كيفاش تحب تقنع وإلا تحاول تقرأ حسن النية وانت تعرف اللي 25 جويلية هو دات يعني تاريخ مفروض انه يلزم يكون فما مهما كانت الظروف يلزم يكون فما نهار 25 جويلية الاستفتاء. وكأنه الخطاب شوية والحقيقة سمعتهم في البوان دو بريس مثلا اللي عملوها خطاب متهاوي برشا. الحجة الوحيدة اللي تخرج سيستيماتيك ما هي مسألة نحن في ظل ضغط الأجال والظروف الاستثنائية. إيما هذا ما هوش كافي لضمان الحد الأدنى من الشفافية لاستحقاق من الاستفتاء. هات نشوفوا قراءة أستاذ القانون الدستوري خالد دبابي في نفس النقطة. في نفس النقطة يقول البرنامج ميدي شو على موزايكا فام إنه التعديلات اللي تم إدخالها على مشروع الدستور عميقة جدا وقال نحن إزاء نص جديد تجاوز الأجيال اللي ضبطها المرسوم عدد 30 اللي ضبط أجل 30 جوان لنشر النص وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها واعتبر إنه سعيد يحاول تجميل مشروع الدستور. في النسخة الجديدة التعديلات كانت تعديلات عميقة وبالتالي نحن إزاء نص جديد الموقف اللي أخذته الأطراف الكل والتي عبرت عنه والحملة الاستفتائية وغيره ما عندها ستتم خارج الأجال في الحقيقة وبالتالي مسألة الأجال راهي مسألة جوهرية لابد ما عندها من التثبت فيها لابد من إعادة النظر فيها لأنه راهو ما عندها عملية استفتائية لا تحترم الأجال لا تحترم النصوص التي تنظم المسألة ما تنجمش تكون معناتها إلا معيبة بعيوب معناتها جوهرية ومسألة قلت النظام السياسي لم يتم تغييرها أبدا والتراجع فيها ولو قيد أنملة كما يقول لا يوجد للأسف توازن بين الصورة التسعة راهو نعاود نذكر ونقول هذا لازم زاد الناخب التونسي يفهم راهو النظام تاع 2014 لم يكن نظام برلماني هو بيدو كان نظام يختل فيه التوازن لصاحب السلطة التشريعية. هذا يا أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي اللي كان حاضر البارح في موزايك. صحيح هو ممكن نقول صحيح معناتها موافق على ما عنديش الحق ما عندكش الحق نكون استين نجم هو مش صحيح هو يعني المسألة كلها هالمسار ذا كل اللي يسوق على أنه نهار 25 جويلية والاستفتاء هو البوان دورغ هو الابوتيوز تاع اللي صار هذا الكل ما نفهمش الحقيقة كيفاش معناتها تصير الأمور بالإهمال هذا بالإهمال الإجرائي بالإهمال البروتوكولي معناتها هو فما نوعية متاع باساج اون فورس بطبيعته بطبيعة المسألة بطبيعة الأمور نجي ونزيدوا نفسدوا هالمسار هذايا بعدم احترام اجراءات بسيطه على الاقل النص اللي باش نحطوه في الرايد الرسمي هذاك هو النص الحقاني معناه ما نبدلوهش من بعد لانه فما اخطاء نتاع نيميروتاسيون مع الاجراءات فيما يخص الحمله شفنا استعمال العلم التونسي وشفنا ديجا اخلالات مع في حمله اللي ما ولا يبعت حد وعملنا فيها كمان اخلالات شفنا الوضعيه نتاع اللي كنا نحكيوا عليها نتاع هيئه الانتخابات معناتها حتى في اطار باساج اون فورس كبير ما احترمناش ادنى ممكن الاجراءات والضوابط من با القانونيه الاجرائيه أنا شد انتباهي الحقيقة في الجانب الآخر نقطة باش نزيد على كلام مروان في علاقة بكلام سي خالد في علاقة في التوازن بين السلطات كحكي على التوازن بين السلطات
بيان اونتوندو ما عندناش الحق نخوضوا في الفون في المضمون، اما عندنا الحق نطرحوا اسئله. اذا كان نعملوا المقارنه اللي عملها سي خالد والمشى فيها جوسكو بو، الحقيقه انا سمعت الانترفيو نتاعو في موزايك، يقول اللي قبل راهو ما كانش فما نظام برلماني ويعطي راي قانوني، يقول لك راهو قبل كان فما نوع من النظام وين موزعه السلطه، ولكن الثقل ديما ينزل عند الاغلبيه الموجوده في البرلمان اللي هي منها تنبثق الحكومه وهي تنجم تسير والا يكون عندها لي زيليمون باش تحكم بهم اكثر، وهذا في التوصيف للي صاير قبل. انا اللي يهمني بمشروع الدستور اللي موجود توا ونص الدستور اللي باش يستفتى عليه الشعب التونسي، نسال الى اي مدى ثم التوازن بين الوظائف، خاطر ساعه بور كومونسي ما عادش نحكيو على السلطة. الى اي مدى ثم التوازن بين الوظائف؟ وسؤال اخر نساله زاد للناس ربما المختصه في القانون وتنجم تجاوبنا، اليوم شنو فلسفه المسودة الدستور هذه ولا مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء فيما يتعلق اليوم؟ انه اذا كان الشعار اللي نعرفوه الناس الكل نتاع مونتيسكيو لو بوفوار اغيت لو بوفوار، السلطه هي التي توقف وتراقب السلطه، في علاقه بمشروع الدستور هذايا؟ انا ما نعرفش، ما سمعتش اليوم من المدافعين عن المشروع هذايا يعطيونا توصيف وفلسفه خيط ناظم ما بين الوظائف هذوما كيفاش يكونوا كل وحده على حده كما في نظام رئاسي ريجيد كما نعرفوا مثلا في الولايات المتحده الامريكيه، باش يكون فما نوع من الترابط كيفاش بالضبط؟ هذا وليد الى حد الان ماهوش واضح، بقطع النظر على الكلام تاع الناس المعارضين اللي يجي ويقول لك رئيس الجمهوريه جمع كل السلطات ورئيس الجمهوريه ما ينجمش تكون عليه رقاب. خلينا من نحب نسمع راي قانوني يفسرنا يقول الوظائف اليوم السلطات اللي ولات وظائف شنو هو الخيط الناظم ما بيناتهم؟ اذا كان احنا تخلينا على مساله اليوم التفريق ولا الفصل بين السلطات شنو ولا عن كي ما عادش عندنا فصل بين السلطات ما عادش عندنا السلطات شنو ولا عن هذه اسئله مجموعه من اسئله الحقيقه اليوم اللي نتصور المواطن. مروان حكى على حمله مش لاهي بها حتى واحد سكيفغي، معناها حتى في ولايه في ولايات معينه راهو تم تسجيل ارقام تحشم في متعلق بالحمله. باش نحكيوا على الحمله في القيروان مع مراسلنا عبد المجيد الجبيلي، مدى استعداد والتحذيرات في القيروان. مازال باش نسمعوا لي زيكستريم تاع الامين العام لحركه الشعب زهير المغزاوي، كذلك خليل الزاويه، باش نسمعوا كذلك عبد المجيد الزار، هذا الكل بعد ما نسمعوا عناوين الاخبار من نواعم الغريبي. اهلا وسهلا بك. مرحبا وليد، مرحبا بالساده المستمعين. في اخبار من ساعتين ونص نرجع على اعلان وزاره الصحه وكشفها الاخر المستجدات الوضع الوبائي في البلاد، و قول نصر الدين النصيبي وزير التكوين والتشغيل أنه 30,000 منقطع عن الدراسة سنويا في حاجة إلى الإحاطة. وفي أخبار العالم نرجع على النازا اللي نشرت أول صورة ملونة للفضاء هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في دوره الأول. جزيل الشكر لك نواعم غريبي، أكثر تفاصيل في نشرة مساعتين ونص. نواصلوا مع إيش صار مع الأخبار. زينب البسطي، إيش صار مع الأخبار؟ نواصل مع تصريح أمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي اللي كان حاضر في موزايكا فام البارح، واعتبر أنه الجدل الدستوري الحاصل بعد إدخال التعديلات لا يهم بقدر أهمية مضمون التعديلات، التعديلات اللي رفعت بدورها اللبس على بعض الفصول حسب قوله. دونتوليكا احنا كنا نحبذ أن ما يصير الشيء هذا، ولكن هو صار اللي صار، لكن فيه أشياء إيجابية، أشياء إيجابية لأنه رفع اللبس في بعض الفصول كما الفصل نتاع النواب اللي ما ينتخبوش، معناتها كانت مش واضحة ينتخبوا انتخاب مباشر ولا دققها، كما فصل أزعج الكثيرين موضوع متاع الأداب العامة نحاها، كما الفصل الخامس أضاف مسألة الديمقراطية ونح برش اللبس، وهو زاد هذا الإيجابي في الموضوع أن الرئيس استمع الانتقادات، منها انتقادات صادقة ومنها انتقادات غير صادقة، ولكن في نهاية المطاف رفع اللبس على عديد القضايا. احنا اليوم ما هذا ينفع الناس؟ شنو اللي ينفع التوانسة؟ خلينا نحكيه على شنو اللي ينفع التوانسة. هل ينفع التوانسة أن اليوم وهكا على الأجيال وما نعود من جديد وكذا وندخل في هذا البوليميك هذا، ولا ندخل في نقاش واحد آخر؟ هل أن التعديلات أو شنو تحب تسميها مفيدة أو غير مفيدة؟ هل التعديلات مفيدة أو غير مفيدة؟ هذا بالنسبة لسي زهير المغزاوي، اللب الموضوع هذا اللي لازمنا نركزوا فيه. لا هو سهل برشا كيك، سهلة برشا الحياة، ومعناها ماذا بين حتى أنا نعيش في العالم ولا في البلاد اللي موجودة فيها حركة الشعب، وكل شيء يعني وردي وميسالش، وعداوا توا عام معناتها حركة الشعب حتى أكثر من عام، وهما ممكن الخط السياسي الكبير نتاعهم كنا نحبذوا أنه ما يصيرش، ما صار
معناتها عداوا عام وهم يقولوا في الكلام هذا، ونحن ماذا بينا كان ما صارش، اما راهو صار هتنتعاملوا مع الوضع. هو مروان يحكي صار ولا ما صارش في علاقه بالتعديلات ولا في علاقه بالمسار ككل؟ لا هو يحكي على التعديلات. فمن نوع من اللبس على خاطر في كيسي. لا لا هو يحكي على التعديلات، معناتها كنا نحبذوا معناتها حزب سياسي طموحه هو انه يتحط له دستور في الرايد الرسمي. لا هما كانوا يحبذوا بلاش غلط، اما حتى كي صار غلط وتصلح هكا ولات خير، قال لك توضحت الامور وتنحى اللبس وهات نشوفوا هل هذا مفيد ام غير مفيد بالنسبه للتوانسه. هو السيسي المخزاوي يحكي على رفع اللبس ومن ما نعرفش لاي مثلا كنزيدوا كلمه مباشره في الفصل 60 كنزيدوا في الفصل 84 يولي الفصل 60 المباشره تحكي على انتخاب النواب. يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا كما رئيس الجمهوريه معناها كما رئيس الجمهوريه. هذه زادت الفصل 60 في الفصل 84 ولا لا تتم المصادقه على قانون الماليه ومخططات التنميه الا باغلبيه الاعضاء الحاضرين بكل من المجلسين على الا تقل هذه الاغلبيه عن ثلث اعضاء كل مجلس. الفصل 89 ترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون من دون انقطاع. أنا ما فهمتش معناها نوعية التعديلات هذية، معناها تعديلات مست الجوهر، مست فما تعديلات كانت في الشكل، فما تعديلات في 90% من التعديلات كانت في الشكل. يعني نحن نحكي ولا أرى 46 تعديل 90% منهم أكثر كانوا على مستوى الشكل. أنا مانيش فاهم سي زهير المخزاوي يحكي على تعديلات مست المضمون. المضمون كنت نعطي في زوز أمثلة كيفاش تمس المضمون، مسينا مسألة عليها راهو كيف نحكيه على مرة أخرى، كيف نحكي باش الناس تسمعنا تفهم، كيف نحكيه على المضمون نحكيه على العمود الفقري نتاع مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء. شو تقصد الفصل الخامس؟ الفصل الخامس النظام السياسي، مسألة من سلطة كيفاش مشينا الوظيفة، المسائل اللي عليها خلاف والمسائل اللي مشروع الدستور هذا بقطع النظر عن الأخطاء اللغوية الناس كل عملتها. فما ناس اللي ماهمش متحزبين رجال ونساء قانون خرجوا قالوا راهو فما إشكال على مستوى فلسفة صياغة الدستور في حد ذاته. هل بدلنا مسألة، وضحنا مسألة النظام السياسي، نسبنا شوية في سلطة رئيس الجمهورية في نص الدستور هذا؟ الإجابة لا. هل في علاقة بالسلطة انتقالنا من سلطة لوظيفة وضحنا كيفاش، وضحنا علاش كما كنت نحكي بكري فسرنا، هل وضحنا هالخيط الناظم هذا اللي خلانا نمشي ومن فصل بين السلطة إلى مجرد وظائف كما موجود في الدستور هذا؟ ثم مرة أخرى وليد راهو مجموعة من الأسئلة ربما يظهروا أسئلة نظرية مراهم مهمين برشا للمواطن مش يفهم، على خاطر كيف نسمع كلام سي زهير المخزاوي يقول صارت تغييرات وتغييرات جوهرية. المواطن التونسي اللي ما عندوش وقت وإلا ما يعرفش يقرأ وإلا ما يحبش يقرأ نص الدستور ويصدق سي زهير المخزاوي على خاطر عنده في ثقة كسياسي قد يفهم من كلام سي زهير المخزاوي أنه بالحق على المستوى المضمون تعملت تغييرات جذرية ونجم المواطن يتأثر ويبدل رأي. نواصلوا مع الأحزاب السياسية ونسمعوا خليل الزاوية في رأيه في الاستفتاء. رئيس حزب التكتل خليل الزاوية يقول في تصريح الديوان فهم أنه توطئة الدستور ضد الدولة الوطنية الحديثة والدستور قزم القضاء ولم يحترم الفصل بين السلطات، ويشير إلى أن النسخة الأولى لا تختلف على النسخة الثانية. مدام تغير النص الأجيال تتغير وكل المسار يتغير، مع العلم احنا ما غيرناش موقفنا من الدستور المقترح الثاني لانه في جوهره هو مثل المقترح الاول. دستور التوطأة متاعه اللي نعتبرها ضد الدولة الوطنية الحديثة، ضد الدولة اللي تأسست معناها بعد الاستقلال. متوطأة معناها احنا معارضين، زيد الدستور لم يحترم فصل السلطات، قزم القضاء ودجن القضاء نهائيا، نظام حكم فردي وليس نظام حكم رئاسي، راهو النظام الرئاسي يقتضي مجلس نواب قوي. توطئة ضد دولة الاستقلال، قضاء مدجن ونظام فردي وليس رئاسي، هذا رئيسي خليل الزاوية. هو هذا يعني موقف متناسق مع المواقف الأخرى اللي تم التعبير عليها منذ 25 جويلية لليوم، لكن نحب نحكي على الطرف المقابل، الطرف اللي طرح علينا المشروع هذا نتاع الدستور اللي يبدو وأنه مختلف تماما على
على النسخة اللي تم تقديمها من قبل اللجنة لخدمة إلى آخره، والطرف اللي طرح علينا هذا المشروع لليوم على الأقل، بارح اكتشفنا أنه باش تصير حملة تفسيرية اللي نرجعوا له بعد، أما اللي طرح علينا المشروع هذايا لليوم مازال ما خداش يعني العبء أنه يدافع عليه، أنه يحكي عليه، أنه بتبع يدافع عليه ويحكي عليه بطريقة جدية، مش أدعوكم يا شعبنا الكريم أن تصوتوا بنعم، لا لا ما يكفيش في حد ذاته. معناتها أمام الانتقادات اللي موجودة على مضمون هذا المشروع من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل أساتذة القانون إلى آخره، الطرف اللي طارحه مازال ما جاوبش، مازال ما قال حتى شيء على المسائل الدقيقة هذه، وهذا إخلال. معناتها هذا فيه حاجة. شنو ينجم يعكس هذا مروان؟ هذا ينجم يعكس نوع من التعالي على المسائل هذية أو على أسئلة النخبة إلى آخره، كما صار من قبل، كما بعد مسائل الحوار الوطني كما كان باش تعمل قبل المبادرة متاع الاتحاد إلى آخره، هذا كل تم التعالي عليه من قبل رئاسة الجمهورية وتم اعتباره يعني حكاية فارغة. يبدو أنه المنحة هذا متواصل لليوم. أنا وليد باش نبدا من وفاء مروان في علاقة بالنقاش، تو هو الأصل في الأشياء أنه وقت اللي يطرح موضوع للاستفتاء يكون فما خوض لحملة فيها المدافعين عن المشروع، كلك سؤال المشروع شي همنا فيه، والمناوئين الناس اللي طارحة واللي يحكي عليهم مروان اللي طارحة أنفسها طرحين أنفسهم أنهم مدافعين عن مشروع الدستور الذي سيستفتى عليه الشعب التونسي، ربما تكون فما نوع من الاستعلاء كما يحكي مروان، لكن زادة ما يزمناش نتغضاو أنه ينجم يكون فما نوع من العجز، نوع من العجز والضعف لضعف المشروع الذي يدافع عليه. ما دي زيد ما لازمش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار. يعني اليوم انت كيف تجي بخلاف انه كيفاش تفسر انه اليوم تسمع ناس تدافع على المشروع هذا اللي مؤمنين به ويعتبروه مشروع مهم، مشروع دستور باش يكون في قادم السنوات هو دستور البلاد التونسيه، والحجه الوحيده اللي هو كما كان يحكي مروان يا شعبنا العظيم صوتوا بنعم وستكون نعم شاهقه، نعم للقطع مع المنظومه. كيفاش ريالمون كيفاش يكون قاطع مع المنظومه هذا؟ ما سمعتش الحقيقه برشا مدافعين على مشروع الدستور هذا خاضوا في النقاش وفي التفاصيل وفسروا لنا وعلاش. الاجابه على السؤال كيف سيكون هذا الدستور قاطع مع المنظومه، كيف سيكون مشروع هذا الدستور هو الذي سيحكم ولا سيكون هو المقياس ولا هو الهدف نتاعنا لبلد افضل على عشرات السنين كما الدساتير الكل. هذا ما سمعناش للاسف الناس المدافعين، ربما مش استعلاء، قد يكون نوع من الاستعلاء. انا شخصيا نشوف اللي فما شكون في عنده الاستعلاء، من فما زاد شكون عنده يعني كانك تو ديفون لانديفوندابل، ما تنجمش تدافع على حاجه انت ما عندكش لي زيليمون دو ديسكور نيسيسير باش تنجم تدافع عليه، ما فماش دي زيليمون معين، وهذا ربما اللي يخلي الناس ما نحبش. انا الحقيقه وليد كلمه الحياد نكره، انا من بالموضوعي يخل برشا ناس نشوفوهم ما عندهم حتى علاقه لا بالطرف هذا لا بالطرف هذا، وقت اللي يخرج يزون ترونشي عطاو اراء واضحه يقول لك راهو باهي ولا مش باهي فوالا. يعني انا مثلا اليوم هل فما شكون يشك مثلا اليوم في استقلاليه الجمعيه التونسيه للقانون الدستوري؟ في الناس اللي موجوده هل متحزب؟ ما سمعتش في العشر سنوات اللي فاتوا واحد منهم كان في حزب سياسي ومختصين في الشان اللي نحن نخوض فيه حاليا منذ اشهر، معناها هما هذايا سي لور كرينو، معناها اذا كي يعطي وراي علمي. هذوما الناس اللي يقول لك رانا في الديسكورد اللي نسمعوا فيه نتاع الناس اللي تدافع على مشروع الدستور هذا بنعم، رانا ما سمعنا حتى حجه قانونيه عقلانيه واضحه، راهو نسمعوا مهمه كان في مجرد شعارات. للاسف اليوم فما جانب من الاستعلاء ينافق مروان، لكن زاد فما جانب لضعف الحجه وغياب الحجه. نسمعوا نساء ديمقراطيات زين. رئيسه الجمعيه التونسيه للنساء ديمقراطيات نيلة الزغلامي تقول خلال حضورها في راديو شمس افام انه مسار 25 جويليا يحمل اخلالات ونسخه الدستور الجديده تحمل بدورها اخلالات وفيها تراجع على الدوله المدنيه والحريات والمساواه. استفتاء انك تستفتي على نقطه من النقاط، مثلا تجي تقول شكون رافض الاعدام والا عن مساواه في الارث، ما احنا طالبوا
بالمساواة في الإرث، وفما شكون يرفض المساواة في الإرث، أعمل لي أنا استفتاء على المسألة هذه. أما كي تجيبش تعمل لي برمته، برمته فيه الباهي وفيه الخايب، فيه الغث وفيه السمين، فيه الغلط وفيه الصحيح، والغلط اللي أنت بيدك أقريت وقلت راهو غلط، راهو أنت وحدك هبط لنا الدستور وحدك وقلت لنا ها الدستور هذا راهو غلط ها ها. دونك أنا بالنسبة لي هو البروسيس كله، هو المسار كامل، هو المسار كله فيه إخلالات. احنا نادينا للحوار، احنا نادينا انه نبنيه مع بعضنا، احنا ناديو انه نقعدوا على الطاوله ونناقشوا مع بعضنا، احنا ناديو انه ما يقعش التراجع لا على الدوله المدنيه لا على الحريات لا على المساواه لا على الديمقراطيه. وفي النسخه اللي هبطت احنا رينا والتمسنا اللي فما تراجع عليه. نيل الزغلامي عن نساء ديمقراطيات، هل انه اضافه مواطنات لمنصب الترشح لرئيس الجمهورية كيفي باش كونوا نساء ديمقراطيات تغير موقفها في هذه النسخة من الدستور؟ شوف هو ما تنجمش يكون عندك موقف مبدئي ما في من هذا المسار ومن المشروع في حد ذاته، من بعد تبدلوا على خاطر زادوك واو ولا على خاطر زادوك ما مش سيبا سيريو ما. هذا ما نتحطوه على جنب. من ناحية أخرى ندعو الناس كل بالحق رد بال ندعو الناس كل أنهم يمشي ويشوفوا مسار الدستور الأوروبي لاباس في وقت من الأوقات في وقت من الأوقات الأوروبا الكل بلدان المكونة الأوروبا الكل حبوا يعملوا دستور كونستيتيوشن أوروبيان. ندعو الناس كل باش يمشيو يشوفوا يعني النقاشات كيفاش صارت، قداش استغرقت الحمله اللي باش نعم ام لا، قداش خذات وقت، كيفاش تم تنظيم هذه الحمله، وكيفاش بالرغم من هذا كل الدستور الاوروبي نوع من الفشل. أيه. فشل في فشل. آخر الأمر فشل. فشل. شوف شنو قبلوا كل هاد، ندعو الناس كل بشوفوا شنو ما التحذيرات اللي صارت الكل باش ما يفشلش وفشل كمان، ومن بعد نجموا نعملوا مقارنات بعد نجموا نعملوا مقارنات مع الشيء اللي يصير. حبنا نستلموا المسار فاشل والله كمرمي صحيح. نحكوا مع الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار زي. اللي قال انه الامر الرئيسي اللي اصدر بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية بشان تعيين نوردين بن عياد رئيس للمنظمة هو مجرد اعلان في ركن الاعلانات كما يصدر في ركن في اي جريدة، وقال انه تم رفع قضية استعجالية ضد المكتب الجديد للاتحاد. اولا الساعه ما صدرت الرائد الرسمي، وهذا معنى ممكن تسألوا حتى رجال القانون، هو مجرد اعلان يعني فهو معنى في ركن الاعلانات وليس هو لا قرار ولا هو معناها بالنسبه لمساله رسميه او تضفي معناها صبغه رسميه. نتمسك بالشرعيه، فايضا نحن نتمسك بالقانون ونتمسك ايضا بالثقه في القضاء، لانه هو من يضع الامور على في نصابها. غدوة جلسة تثبت القضية، معناها غدوة جلسة معناها لينظر باش ينظر فيها القضاء معناها في الموضوع هذا. عبد المجيد الزار اللي يطعن في المرسوم اللي بفعله هو تمت انتخابات لترأس سيد نور الدين بن عياد للاتحاد الفلاحين. باش نعمل لك افونغو على الكرونيك نتاعي وليد، نحكيو على الاتحاد الفلاحين من المنظمات، ونحن نحكيو بك على المنظمات العريقه وعلى الاتحاد، منظمات راهو الاتحاد الفلاحين زاد من المنظمات اللي كانت موجوده في عهد الاستعمار، من منظمات عريقه واللي يبدو انه الى حد الان تنازع الشرعيات اللي ماشيين له نحن، معناها اذا كان نسمعوا في دعوات نتاع حوار موازي دور رئيس الجمهوريه تنحكي عليها من بعد، يبدو انه نشوفوا في ديمونستراسيون ما يسمى بتنازع الشرعيات داخل الاتحاد نتاع الفلاحين. يعني اليوم كيف تشوف رئيس الجمهوريه، وبطبيعه الحال رئيس الجمهوريه طرف في هذا في تنازع الشرعيات هذايا، اقحم نفسه رئيس الجمهوريه، نحن نقولوا راهو بدور اعتباري، راهو رئيس كل التونسيين، رئيس الجمهوريه وقت اللي يحط ممثل عن اتحاد الفلاحين في المرسوم المتعلق المرسوم عدد 32 المتعلق بمساله الحوار واللجان نفكروهم هذوك الكل، وقت اللي يحط اسم سي نور الدين بن عياد اقحم نفسه رئيس الجمهوريه بطريقه او باخرى في تنازع الشرعيات الموجود هذا داخل اتحاد الفلاحين، وقت اللي يستقبل سي نور الدين بن عياد، وقت اللي يحكي الكلام اللي يحكي الكل. دونك عن حسب رايي فما ديمونستراسيون
ها وشنو ينجم يصير وقت اللي نمشيو في تنازع شرعيات، وقت اللي رئيس جمهورية يرجح كف طرف على طرف آخر، ها وشنو ينجم يصير؟ يعني اليوم أنا نسأل سؤال مثلا، شكون وانا جاونا ضيوف الزوز سي عبد المجيد الزار وجانا سي نور الدين العياد، اول سؤال ديما نبدا به سامحني ما يقدمك شنو؟ على خاطر اليوم عندك زوز رؤساء عندك. هذا السؤال اللي تطرح قبل الحصه اللي عبد المجيد الزار شنو شنو نجم نقدمو؟ يعني فما خاطر سي عبد المجيد الزار في الاعلام وفي البيانات يصدر بيانات، هو رئيس الاتحاد الفلاحي، وسي نور الدين بن عياد كيف كيف في الاعلام وفي ولا فما وسائل الاعلام يكتبوا رئيس اتحاد الفلاحين، وكي جاهم عبد المجيد الزار يعاودوا يكتبوا رئيس اتحاد الفلاحين. يعني منظمه كيما اتحاد الفلاحين منظمه عريقه اليوم فيها تنازع شرعيات، عندها زوز رؤساء، عندها زوز مكاتب تنفيذيه، وعندها وحتى المنخرطين فما انقسام. مروان في جميع الحالات ممكن ديبي دو ريبونس الكلام اللي يقول فيه ضياء، الاتصال الرسمي على كل حال بالنسبه لي نور الدين بن عياد هو رئيس، هو رئيس الاتحاد من ناحيه رئيس الجمهوريه اللي كما قلت انت اقحم نفسه، دونك هذا طبيعي انه من بعد يولي هو رئيس، لكن من ناحيه رئيس الحكومه زاد اللي كانت في وقت من الاوقات حافظت على نوع من البعد الحياد على شان ذا، لا قبلت سي نور الدين بن عياد وحكاوا في مسائل الفلاحه الى اخره، وتم تقديمه على اساس الرئيس تاع اتحاد الفلاحين. وأوروزمون دايور عملنا هذا كله، انا شفنا في مشروع الدستور قداش الفلاحه معناتها كانت يعني اضافه كبيره برشا في الحوار الوطني الاقتصادي وفي الدستور كذلك في مشروع الدستور. ديال بوسيلمي في كابتور ديكرون باش يحكي لنا على خطر الشرعيه المزدوجه دي كابتور ديكرون.